بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، الله أكبر. بسم الله اثبت، الله أكبر، الله أكبر على الذكر. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن الطريقة الصحيحة للصيد بدود الأرض. كذا حد من اخواتنا وحبايبنا قال عندنا الميه مش شغاله غير دود، فانا ما برجحش الصيد بالدود، ما بحبش اعلم حد الصيد بالدود، بس من باب المعلومه ان شاء الله هوضح لك ازاي تصطاد بدود الارض صح. ان شاء الله النهارده باذن الله هنصطاده بالطريقه بتاعتنا من دور الغله، السمك اللي بيطلع من على المرايه يسرق المرايه لطش بالطريقه الخاصه بتاعتنا. ان شاء الله لو حد من اخواتنا وحبايبنا جديد معانا هسيب لك طريقه الصيد بالتفصيل في اول تعليق. نيجي لطريقه الصيد بالدود. اول حاجه لازم تكون عارفها ان الصيد بدود الارض ما ينفعش بالنهار، سواء على بلطي او حداف. دود الارض طعمايه ليل، فتحت اي ظرف ما تصطادش بدود الارض بالنهار، هتعذب نفسك وهتقرف نفسك وصيد في منتهى البؤس. مش هيجيب معاك غير بولت شر، وهتقعد بالنهار بقى كام كركور وجو حزين، وطبعا اخواتنا وحبايبنا مجربين وعارفين. فدود الارض وطعماية ليل، سواء هتشتغل حداف يبقى قبل المغرب بساعة معاك لحد الفجر، ده لو هتشتغل حداف على بياض على كراكير على حناش على زي ما انت عايز بقى الحداف. وبالنسبة للبولتي الافضل لو هتشتغل بدود ارض بالليل على البلطي يبقى تروح قبل المغرب بساعة وتزفر غلة، او انت مثلا لو معاك دور غلة يبقى تروح قبل المغرب بساعة تزفر غلة واصطاد عليه بدود ارض بالليل، بيشتغل حلو وما شاء الله هيبقى كويس. ده بوضح المعلومة، بس نصيحة بقى من مجرب، بلاش يا جماعة حد يصيد بدود الارض. ليه؟ في بديل افضل هيجيب معاك سمك اكتر وهيجيب معاك بص كل جميع الاسماك. الريمة، دايما بقول الريمة، اي حد بيصطاد مياه عذبة بس صيف شتاء يبقى لازم رقم واحد يتعلم صيد الريمة. ما شاء الله بتجيب سمك عدل كله وبتجيب جميع الانواع، ما فيش سمك ما بيخشش على الريمة. في نفس الوقت هيمسكك احجام كويسة وكميات ما شاء الله كويسة، فما تضيعش وقتك ومجهودك وفلوسك، خصوصا اليومين دول الطعم ما شاء الله عدى اللحمة، فما تضيعش وقتك ومجهودك وفلوسك في طريق الصيد غلط. مش في الاحسن، مش هنقوله مثلا، مش هنقوله في ناس بتحب صيد الحداف والكلام ده، بس في الاحسن انت هتعمل مجهود اعمله صح، ربنا هيكرمك وهتمسك سمك كويس. والله يعني اقول ايه، في ناس انا اعرفها كانوا زي حالاتي كده، تعلموا صيد الريمه عندنا بيقولوا عليه الخضره، ما شاء الله دلوقتي يصطادوا بيبيعوا. فنصيحه اي حد عايز يصطاد، اصطاد في المياه العذبه، اصطاد ريمه. في بلد ساحلي زي حالاتنا كده في اسكندريه في الصيف اشتغل غله، وفي الشتاء زي اشتغل مالح. ده افضل نظام للصيد طول السنه، وان شاء الله مكملين باذن الله. ربنا ان شاء الله يرزقنا النهارده في سمكتين نصوروهم. ولو اي حد عنده مشكله في الصيد خصوصا صيد الغله يكتب لي في التعليقات وباذن الله نرد عليه، وجزاكم الله خير. تعالى تعالى ما شاء الله، تعالى شايفه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله عليك غزال، اثبت غزال ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله دغلول محترم. تعالى غزال، بسم الله ما شاء الله، تعالى شايفك ما شاء الله، اثبت تعالى ما شاء الله، زغلول محترم، اثبت زغلول، تعالى بسم الله ما شاء الله، تعالى زغلول، بسم الله ما شاء الله، تعالى بسم الله ما شاء الله،
أهلا زغلول، بسم الله ما شاء الله، أحلى زغلول. تعال، بسم الله ما شاء الله، شطفت جسمك زغلول ما شاء الله. تعال وزغليل ما شاء الله، خطفته خطف. تعال غزال شايفك، تعال. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. تعال رايح فين؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، زغلول محترم مش وحش. تعال تعال صايع، بسم الله ما شاء الله. تعال، بسم الله ما شاء الله. تعال صايع، رايح فين؟ تبارك الرحمن، الله زغلول محترم. تعال شايفك، بسم الله ما شاء الله. تعال، بسم الله ما شاء الله. تعال غزال، تعال غزال، بسم الله ما شاء الله. تعال، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، غزال محترم. تعال وحش شايفك، بسم الله، الله أكبر، صلي حرام الله. بسم الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، الله أكبر، بسم الله، اثبت، الله أكبر، الله أكبر على الذكر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. تعال، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله. أحلى بولتي، الرجالة اللي بتطلع تسرق المراية ما شاء الله.